كفايه قنابل تعبنا مش قادرين خلاص. طبعا مره تانية بنقول لكم الحمد لله على سلامه كل فريق العمل، والحمد لله باسم ان انت وصبا كمان بالف خير. اكيد نقول لكم الحمد لله على سلامتكم. وصبا غير مسلسل ليله السقوط عند فيلم بنات عبد الرحمن اللي هي منتجه والمنتجه المنفذه له واحدى بطلاته، وراح ينافس في مهرجان القاهره السينمائي بدورته ال 43 ضمن المسابقه الرسميه للافلام الروائيه الطويله. المهرجان بكره بينطلق لغايه 5 ديسمبر. كمان فيلمها اميره اللي شارك في عدد من المهرجانات السينمائيه العالميه وفاز باكثر من جائزه هو الفيلم اللي رشحته الهيئه الملكيه الاردنيه للافلام للمنافسه باسمها على جائزه اوسكار افضل فيلم دولي بالدوره 94 للمهرجان في 27 مارس 2022. واحنا لما قابلنا معز مسعود في معرض احمد شيحه سالناه عن الفيلم بما انه كمان مشارك في انتاجه. احنا دايما بنحاول انا وكل شركائي، يعني المره دي مثلا لو مع محمد حفظي ومحمد دياب والاعمال الاخرى، بنحاول دايما نعبر عن ثقافتنا ونعمل حاجه يعني مبدعه متميزه طالعه من عندنا، مش ناخد الحاجات من بره زي ما هي مثلا ونقلدها او نعربها او كده. فبنفرح ان ده يعني بيزكى من قبل العالم وبيتشاف وبيتقدر، بالذات ان بيبقى فيه عاده قضايا بنشير إليها، يعني في أميرة مثلا القضية الفلسطينية إزاي تشير إليها بفن راقي فيبقى فيه التفات عالمي للقضية. فإحنا دايما الحاجات اللي زي دي بنحب إن إحنا نعمل.